أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. صرح مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية بأن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأنه استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق. جاء ذلك بعد تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه. تمكنت قوات عراقية من محاصرة مجموعة مسلحة لداعش قرب مدينة تل عفر، حاولت التوجه نحو المناطق الصحراوية وقتلت 20 فرداً من ضمنهم 5 انتحاريين. وقال الجيش العراقي إن الانتحاريين كانوا يحملون أحزمة ناسفة وإن البحث جار عن آخرين في المنطقة. كشف تقرير جديد لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة تحضر لحرب محتملة مع ميليشيات حزب الله في العراق بعد انتهائها من الحرب على داعش. ويأتي هذا بعد تصريحات عدة من قبل قادة في الحزب حذروا فيها الولايات المتحدة من البقاء على الأراضي العراقية. أصيبت أسرة كاملة بجروح جراء قصف مدفعي لقوات النظام على أحياء بلدة عين ترما بريف دمشق الشرقي، وتزامن القصف مع اشتباكات متقطعة بين المعارضة وقوات النظام في محاولة من الأخيرة التقدم في جبهات بلدة عين ترما. عثر خبراء في كوريا الجنوبية على آثار بسيطة لغاز مشع عقب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخراً. وأجرت لجنة الأمن النووي اختبارات على عينات من التربة والهواء والماء بعد قنبلة بيونغ يانغ، حيث أشارت إلى أن آثار الغاز ليست على مستوى يؤثر على صحة الإنسان. تسبب إعصار إرما في دمار بلغ حجمه حوالي 10 مليارات دولار، وهو الأكثر كلفة في دول وجزر المنطقة، وتغطي التقديرات نحو 12 جزيرة ومنطقة ضربها الإعصار، إضافة لتوقعات حول الدمار في جزر تركس وكيكوس الواقعتان ضمن مسار الإعصار. قال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز إنه كان يرغب في ضم نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى النادي الملكي. ويعد بيريز من المعجبين منذ فترة طويلة بموهبة ميسي، ووفقا لوسائل الإعلام فإن رئيس النادي الملكي حاول التعاقد مع الأرجنتين في صيف هذا العام.